بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم نحن هنا في إدارة المستشفى الإندونيسي بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة في مؤسسة بيربوس أوف لايف لما قدموه من مساعدة طبية وأدوية ومستلزمات إلى المستشفى الإندونيسي. هذا الدعم يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا وفي تعزيز صمود الطواقم الطبية في هذا المستشفى. نأمل مزيدا من الدعم. بارك الله فيكم ودمتم سالمين.